الخير. الآن معنا على الهاتف المهندس، مهندس اتصالات وإلكترونيات، السيد عماد الدين التركاوي. تحياتي لك أستاذ عماد. الله يعافيك ويبارك فيك أستاذي كريم. في صباحك مسك نحاول أن نبسط ربما ونلاقي حلول الأزمة التي يمر بها الناس في كيفية شراء أجهزة لكل أفراد العائلة بثمن مقبول، فنريد أن نتساءل يا ترى هل هناك عروض تتناسب وحالة العوائل ضعيفة الدخل، إمكانية التقسيط، أسئلة أخرى يعني نود أن نستفسر من خلاله ونكسب وجودك معنا. يا ترى هل هناك مواصفات خاصة للتابلت أو اللابتوب ليكون صالح للتعليم عن بعد ابتداء؟ بالنسبة أرشيد، السلام عليكم. وعليكم السلام. مواصفات التابلت أو اللابتوب ينقسموا قسمين، أول شيء نحكي التابلت ونحكي لابتوب. نعم. هلا بالنسبة للتابلت كمان في عنا يعني ثلاث قياسات نقوله. تمام. هو الطالب هو فهو نعتبر من الصف الأول للخامس أو من الخامس للتاسع أو من تاسع البكالوريا أو ما يشاهدها في تركيا. تمام. يعني الاستخدامات تختلف بين الأطفال المبتدئين وبين المتقدمين. هلا نحكي أول شيء بالنسبة للصف الأول للرابع أو للخامس، غالبا هدول لازم يكون التابلت مواصفاته يعني على الأقل لازم تكون راماته. هي المشكلة دائما العالم هي تسأل عن الذاكرة. نعم. الدائمة اللي هو مثلا يقول لك انه هذا مساحته 8 جيجا او 16 جيجا، ولكن بينسوا العالم انه يسالوا عن الذاكره المؤقته اللي صحيح. صحيح. الذاكره المؤقته الرام هي اللي بتعطيك البطء اللي بالجهاز، انه بتيجي تنتقل فرضا من برنامج فرضا نقول الايبا الى برنامج الزوم، تحس انه صار يتلبك التابلت. نعم. يعني في ضعف في هذا الكلام. فاقل تابلت مناسب للعمل يعني من الصف الاول والرابع نقول اللي هو لازم يكون على الأقل راماته 2. طيب هذا أقل شيء. هذا أقل شيء. لا واحد بيشتغل بس، ولكن بده يصير الطالب يعني يعاني كثير من مسألة البطء والتنقل بين الكاميرا والأمور. طيب هذا هلا بالنسبة للطلاب اللي من فوق الخامس إلى فوق، هلا لازم على الأقل يكون في عنده إنه الرامات تكون هي راماته 3، ويجب أن تكون بالإضافة لذلك الذاكرة الدائمة اللي بالجهاز أقل شيء 8، ويحط كارت ذاكرة. إذا ما بده يحط كارت ذاكرة بيضطر إنه يحذف كل يوم الملفات اللي بده يحطوا إياها. يعني أنت دائما في بالدروس بيبعتوا له ملفات بي دي إف وبدون يحفظها على الجهاز. نعم. إذا ما كان فيه ذاكرة لازم يحط له كارت ذاكرة. يعني كان أنا بأرخص الأسنان يعني عارف شو. نعم نعم. طبعا طيب. لازم يراعوا الأهالي انه وقت اللي بدهم يشتروا تابلت، عم نحكي عن تابلت طبعا، بالنسبه للاطفال انه يعني يراعي انه السماعات، حجم الشاشه، لانه هو بالاخير يعني الطفل ما عنده قدره انه مثلا انه تفهم انه هي بتضره وهي ما بتضره، فلازم تكون الشاشه مناسبه بالنسبه له. يعني في شاشات مثلا 6 انش، في 7 انش، في 10 انش، طبعا بيختلف حسب كل طفل. مثلا اذا بيلبس نظارات معناته لازم تكون صحيح صحيح تكون رؤيه افضل. بالنسبة للسماعات كذلك الأمر، ما يختاروا أسوأ أنواع سماعات يحطوا له على الطفل، لأنه بالأخير سماع الأذن يتضرر بهذا الكلام. طيب أستاذي الكريم، يعني إذا أردنا نتحدث حقيقة عن الأسعار، يعني أرخص جهاز تابلت ممكن أن بالمواصفات التي ذكرتها ويفيد الطلاب قديه ممكن يتراوح سعره؟ هلا بالنسبة لأرخص أثمان يعني لا طبعا نحكي عن جديد، نحن يعني عن تحت 600 ليرة تركي، لا يوجد في تركيا. يعني بدك تحط من 600 ل 1000. من 600 ل 1000 هو اللي هو هذا اللي هو بالحد الأدنى. طبعا هلا في حاليا في عروض عم يسووها بالنسبة مشان التعليم الأونلاين. في شركات موجودة هون عم تبيع، في شركة طبعا ما بنحكي أسماء الشركات يعني. تفضل تفضل. يعني في عندنا شركة كاسبر هي موجودة هون بتركيا، في عندهم تابلت خاص بالنسبة للطلاب. طيب. عم يبيعوا سعره هذا ب1000 ليرة. في شركة ثانية اسمها هوم تك، يعني بتسوي تابلت كم هدول أسعارهم بال700 ل900 تقريبا، يعني عاملين عروض هلا حاليا بالنسبة للطلاب. طبعا شلون العرض عم يكون؟ انه لازم يجيب له ورقة انه اورنج، انه هو اورنج يعني. هذه الشركات استاذي عبر النت ام بالذهاب الى المحل بيثبت؟ هلا هذا هي المشكله، انه في بعض المحلات عم تقبل بهالعروض، في بعضهم لا. يعني يعني
اما بده يروح يعني فرضا على النت هذا الكلام موجود. نعم. ولكن بده بحث بشكل كبير يعني. تمام. بالنسبه للمحلات هي تلعب دور حسب البائع يعني. طيب اذا يعني. اذا استاذ عماد نستطيع ان نقول بان هناك بعض المحلات اذا اثبت الطالب انه هو اورنجي من خلال اورنجي بلجيسي فباستطاعت انه يتعاملوا معه بعروض بطريقه معينه ليحصل على هذا التابلت، اليس كذلك؟ صحيح نفس الامر بالنسبه للكمبيوتر يعني. نعم. مثلا بالنسبه للتابلت او الكمبيوتر، هلا بالنسبه للكمبيوترات كمان نفس الامر، انه بالنسبه كمواصفات الحد الادنى حتى يشتغل انه كئيبة وزوم بالنسبه للطلاب يعني على الاقل لازم يكون هو الكمبيوتر هو يعني هلا بنتيوم. جميل أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد الدين التركاوي مهندس اتصالات وإلكترونيات على هذه النصائح. حياك الله أستاذ. حياكم الله. تسلم أستاذ. حياك الله.